مرحبا بكم في عبد اللي شو. عبد اللي الجمعة ذي باش نحكيو على حكاية ماهيش تضحك، ماهوش سكيتش، ماهوش ستاند اب، لأنه اليوم مازلنا ومازلنا كي خرجنا ولا ما خرجناش الله أعلم في ظروف صعيبة ياسر. 2018 تخل صعيب شوية، جينا برشا مشاكل من 2017، البلاد داخلة بعضها، برشا غلاء معيشة، الدينار طايح واللورو طلع، التونسي فد معش ينجم من الفقير للمتوسط للغني، بلاد صعبت على العباد الكل، وزيد الأحزاب ما تبعوش وجدوا شعلوا النار، الحكومة زادت غلات في المعيشة، التونسي معش ينجم، التونسي فد روحه طلعت، عيد خرج للشارع، فما ناس تظاهرت، فما ناس خرجوا في الليل، عملوا شوبينج على فريجيدير، على بلازما، نزهز رواحنا عاد شبيه، فما شكون اختب في الريوم تاع الالكتروميناجي طول غاديك اكتب بالزداق. لكن مش هذا موضوعنا، موضوعنا اليوم واللي يوجع اكثر في هذا الكل، هذا يصير في البلدان الكل متاع العالم خاطر فما كريس في العالم الكل، لكن في نفس الوقت اللي يوجعني مش على خاطر حكومه ما خدمتش على روحها ولا احزاب شعلوا النار ولا الناس كسرت البلاد، اللي يعجب عباد بعد ساعات تسمعهم في القهوة على الفيسبوك ولا في التلفز يقول لك البلاد كرهتها، كرهت امها مسافر هاجش. خلينا نشوفوا واش معناها بلاد كرهتها. يا اخي تونس بلادنا سامحوني، كي تبدا الامور منظمه ويبدا واحد شيخ وعلى البحر وعرس واموره هانيه ومكتوب ومنفنف يقول لك يا تونس محلاها نحبوها احلى بلاد في العالم ما يعوضها عاد شيء، ودوب ما بلادنا تتعب وتمرض تولي ما حشناش بها وبلاد كلبه وما حشناش بها وباش نهجوا. لا صاحبي، بلاد هذيا هي امك أبوك، أمك وبوك يا ولد لصل، كي يمرض ويتعب تقول لا باش نلوحوا باش نهجوا باش نهجوا وما نخليش وما نحبش وما نحبش نشوف منظر وكرهت بابا وكرهت أمي. ليه التونسي ولد أصل وما يحبش يخلي أبوه وما يخلي أمه وما يحبش يخلي بلاده وما يلوحهاش. ولذا الشيء اللي منع تونس من أول التاريخ مش الفلوس مش الإيكونومية ومش البوليسية ومش الحكام ومش السياسة، ما عندهم ما يعملونا، حب التونسي لبلاده. تحيا تونس، فنقعد ونحبوك أفي. تطبع فيه تشكر انت الحب، حب شنو بابا؟ منين الحب؟ الحب في الكتب واللي تحكي على الحكومة ويقف مع الحكومة. انت يا تلعبدلي ميلة، نعرفوا راه نعرفوا عقارنا، مش هذا تكعبت اليغورت؟ هذا تكعبت اليغورت ولا ليه؟ توا لا يشكر في الحكومة، ميلة تشكر شكر الحكومة يا حاج اشبيها يا اخي اشبيها يا اخي عندي كوري هنا اللي يجي يدخل لي وهو يقول لك حكومة اسميها الحكومة، الحكومة كبت لنا ساعدنا الحكومة بيا وبعد لصقوها في دار شو اسمه قال لك تعاركوا سعدوا سعد الله حطوا مباركه في الحبس، مباركه هي الشبهه الشعبيه قال لك هي مولت العمايل الكل، يزيدي بربي يزي من القفه مش به شو اسمك انت؟ لطفي العبدلي. لطفي يلطف بيا وبيك قال لك حكومه لطفي مالا وشكون هذا اش عندكم انتم اليوم؟ هذه ايميسيون يا حاجه اخرجوا 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 اعملوا مظاهره يا تبت يا حاجه سالي يكون منك العقل يا اخي خجيت ليه خجيت يا غلبوه؟ شنو هذا شدد لي بلاتو عامل لي كاميرا وقال لك الناس درستوا ناس في حاله في حاله في الدرك الاسفل ما يعجبكش انا الدبيت سليتي نندب من نوطه من الفوق زيد سامحني عايش ولا قالك ذا شنو هو باش تصور انت يهز عليا السقدوفه نتاعك هذيا وبعدني قالك ذا شنو برا واحد برشا عبدنا مزين منه شنو الهم هذايا قالك حكومه يزيني لطفي نخرجوا فاصل ثم نعود خلينا نفهموا شنو هي حكايتها هذيا انا شكون يا اخي شنو هي الميسيون انا جيت في